خلي نبلش القراءة على الصعيد العملي. أشوفك يا برج الحمل، على الصعيد العملي والصعيد المادي أكو عندك أمور هواية معلقة واقفة بمكانها، ما قاعد تتحرك. تحس إنه شغلك ما قاعد يتقدم، قاعد يتراجع بالعكس إلى الوراء. عندك نوعا ما تعب وقلق على الصعيد العملي. البعض من عندكم أشوف ممكن إنه أنت كنت منتظر، أو حاليا أنت منتظر تواصل يخص أمور معرقلة صار لها فترة طويلة. أكو عندك أما خبر منتظرة أو شغل متعرقل صار له فترة، هذا الخبر ما قاعد يوصلك، وأكو تأخيرات وإحباطات مأثرة عليك هاي الفترة. أكو تواصل سريع راح يوصلك، ممكن يكون يوم 8 بالشهر. التواصل راح يكون يخص وضع مادي. أيضا البعض من عندكم أشوف أنه هو ممكن داخل بشراكات، بس هاي الشراكة اللي هو بها أكو بها طرف متلاعب نوعا ما، أكو تلاعب شوية، أحس أكو كذب من ناحية شخص موجود وياك بالعمل نفسه، أو ممكن حتى يكون هذا الشخص اللي أنت منتظر من عنده خبر، هو نوعا ما صار له فترة مختفي وما منطيك خبر، ولا شلون بنقول يعني شارح لك إنه العمل وين قاعد يتقدم. هاي للناس اللي عندهم شراكات على الصعيد العملي. فأشوف أكو بعض التأخيرات على الصعيد العملي خلال هاي الفترة، بس النصف الثاني إن شاء الله أو حتى من الأسبوع الثاني راح تبلش الأمور شوية تتحرك، خاصة الناس اللي عندها شغل من الخارج أو منتظر خبر من شخص بالخارج. أشوف إن شاء الله خلال الأسبوع الثاني أو حتى ممكن نقول النصف الثاني من هذا الشهر أكو أخبار راح توصلك تخص عملك، للناس اللي عندهم مثلا بضاعة وبالخارج حاليا ما قاعد توصل. فدا اشوف اكو تاخيرات على صعيد عملي، منتظر خبر من شخص من الخارج، الخبر راح يوصلك ان شاء الله الاسبوع الثاني. هسه انتهينا من الوضع العملي شرحناه بصوره سريعه، خلي نحول على الوضع الصحي. الوضع الصحي اشوف البعض من عندكم صار له فتره تقريبا اسبوعين او شهرين قاعد يعاني من مشاكل تخص منطقه العين والراس بهاي الفتره. أشوف إنه أنت راح تبلش تتحرك على هذا الموضوع، عندك مراجعة للطبيب بخصوص موضوع قلت لك ممكن يخص العين أو منطقة الرأس بصورة عامة، الجبين وأعلى. ممكن البعض منكم يعاني من صداع صار له فترة وهو شوية هذا الموضوع ما منطيه اهتمام. والبعض الثاني أشوف إنه التفكير والحالة النفسية اللي أنت بها حاليا قاعد تأثر على وضعك الصحي بصورة كبيرة، خاصة للناس اللي عندها مشاكل بالعمل أو مشاكل حتى مادية خلال هاي الفترة اللي نمر بها، الأمور كلها متعرقلة. فأشوف هذا التعب النفسي قاعد يترجم بصورة جسدية عليك، فعندك تعب من شدة التفكير، تفكيرك هواية هواية قاعد تفكر بهاي الفترة. فهذا الشيء مخليك ممكن أول أسبوعين راح تعاني من آلام بالرأس، سواء كان صداع أو حتى آلام تخص منطقة العينين بصورة عامة. عموما ما أشوف إنه أكو وضع يخوف، إن شاء الله تعدي على خير. ممكن أنت تراجع، تحاول تراجع خلال هاي الفترة طبيب إذا كانت عندك مشاكل بالأماكن اللي قلت لك عليها. بالنسبة للأوضاع العائلية، طبعا الأوضاع العائلية قاعد أشوف ممكن البعض من عندكم صار لفترة 4 شهور أو 3 شهور، نقول 4 شهور بصورة عامة، أكو مشاكل بالعائلة بالبيت قاعدة تصير، خاصة الناس اللي متزوجين أشوف عندهم مشاكل صار لهم فترة 4 شهور. أكو نوع من الإحباط، أكو شخص زعلان من عندك أو أنت حتى زعلان منه، لأن أكو طاقة زعل عند برج الحمل خلال هاي الفترة. فأشوف أكو مصالحات، أشوف الأمور راح ترجع تدور لصالحك. هنا أنا طلعت لي الويل أوف فورتشن بالأوراق، بالأوراق العامة وأيضا بالتوضيحات رجعت طلعت لي نفس الورقة. فعجلة الحظ قاعد تدور وياك خلال هاي الفترة. أكو صلح، أكو أمور كانت واقفة راح تبلش تتحرك خلال الفترة الجاية، يعني خلال هذا الشهر إن شاء الله أكو أمور هواية راح تبلش تتحرك. عجلة الحظ وياك، يعني أكو مثل ما نقول يد من السماء ممتدة لك حاليا تساعدك وتسهل عليك أمورك، خاصة على الصعيد العائلي. بالنسبة للناس المتزوجين وبينهم مشاكل أو حتى بينهم زعل انفصال، أشوف الأمور راح تبلش ترجع تتصلح مرة ثانية، العجلة راح ترجع تدور بيكم. والناس اللي عندها زعل أو مشاكل بالبيت أشوف أكو فترة راح تمر، فترة هدوء تكون وبها فترة صلح أيضا. أما بالنسبة للصعيد العاطفي اللي تقريبا 90% من اللي دا يشوفون البرج حاليا هم دا يشوفوه على مدى الصعيد العاطفي، إذا تحبون أسوي لكم قراءة خاصة عاطفية فقط لكل برج اكتبوا لي بخانة التعليقات، وإذا شفت إنه أنتم رايدين هذا الشيء راح أبدي أنزل لكم الأبراج بس
على الصعيد العاطفي فقط، لأن أكو ناس مهمها الصعيد العملي، اللي يهمها كله هو الصعيد العاطفي. عموما الصعيد، على الصعيد العاطفي، البرج الحمل، أشوفك يا برج الحمل أنت بالفترة الحالية قاعد تحاول تبين أنه أنت قوي نوعا ما، أنه أنت ما مهتم، أنت واقف على حيلك وما عندك مشاكل، بس أنت بداخلك منهار تماما. يعني أنت اللي يشوفك من برا يحس أنه أنت إنسان ما مهتم، ما عندك أي مشاكل. الوضع اللي انت بيه حاليا، مهامك، او حتى ممكن انت مصدر هذا الوجه للشريك حتى يعرف انه انت ما مهتم وبعده ما مأثر عليك، او حتى الزعل اللي بينكم ما مأثر عليك اساسا، بس انت بالحقيقة البرج المنهار. قاعد اشوف انه انت بفترة مراقبة حاليا، فترة انتظار، ودا تحاول تبين قوي. يعني انت اللي يشوفك بالوجه يقول انه انت الكينج اوف ووند، ملك العصي او ملك النار، بس انت بداخلك البرج المنهار، ذا تاور. فاشوف انه انت حاليا، حاليا ممكن كشفت سر، لان حتى هنا اشوف اكو سر كشفته عن الشريك اللي موجود وياك حاليا، او حتى اللي انفصلت عنه صار لك فتره وهذا الشيء خلاك تنهد. او ممكن تكون اكو اشخاص دخلوا او اطراف خارجيه دخلت بالعلاقه بيناتكم وهي اللي سببت المشكله. اشوف اكو اقنعه هوايه انزالت من على الوجوه، وانت حاليا مثل يعني تعرف ناسك اللي موجودين حواليك هم شنو، وانت مثل اللي حسك هنا قاعد تقول لي هاي الورقه انه انا بعد ما حد ما راح يقدر يخدعني، صرت اعرف الناس، صرت اعرف كل شخص على حقيقته بعد ما انخدع بالناس، لان انت هنا أنا طالع من صدمه كلش كبيره. هاي التور مو صدمه طبيعيه، صدمه كبيره، بس لازم تعرف انه ورقه التور هي ورقه ميجر اركانا، ف 99% هي تتحقق. هاي اولا. ثانيا، هاي التغييرات تكون تغييرات مو بيد الانسان، رب العالمين هو اللي يخلي هاي الصدمه تمر بحياتك، لان اكو بعدها وضع احسن، اكو تغييرات شامله. يعني اكو فتره تماما من حياتك بلشت تنتهي، او درس كان لازم تاخذه انت اخذته، والفتره الجايه راح تكون حتى ما تكرر هذا الغلط مره ثانيه. فهذا الانفصال اللي صار، او حتى الشخص اللي كشفته انت على حقيقتك، كان لازم يصير، رب العالمين هو اللي كان رايد انه هذا الشيء ينكشف وراح يكون لصالحك. اما بالنسبه لطاقه الشخص نفسه، قاعد اشوف انه هذا الشخص عنده مشاعر تجاهك، هو اكو حب بيناتكم، الحب موجود، وهو حاليا قاعد يحاول يتواصل وياك، ممكن يتواصل وياك روحيا او حتى يتواصل وياك اساسا، لان هنا قاعد اشوف هو عنده تردد شويه من التواصل، بس راح ياخذ القرار انه هو يرجع يتواصل وياك. البعض منكم هذا الشخص تواصل وحاول يعتذر، بس هو قاعد يحس انه انت كلش متباعد. يعني هو مراقبك من بعيد حاليا، مراقبك ويحلم بيك حتى، او انت ممكن قاعد تحلم بيه. اكو تواصل روحي بيناتكم جدا عالي، ولكن التواصل الحقيقي منقطع اشوفه. انت ممكن ما قاعد تنطي فرصة لهذا الشخص، لانه هذا الشخص اساسا قاعد اشوفه هنا هو دا يحاول انه يعتذر، هو جاي واقف منتظر اشارة منك، منتظر خطوة. البعض من عندكم هذا الشخص ممكن يكون من الماضي، انت منفصل عنه سابقا، وهو هسه دا يحاول يرجع بحياتك مرة ثانية، بس انت تقريبا وصلت مرحلة ملل من العلاقة، او انه هذا الشخص سابقا تعبك هواية، فلهاي سبب انت عندك مخاوف انه انت ترجع لهاي العلاقة مرة ثانية. هسه بما انه قرينا طاقتك وطاقة الشريك، خلي نفصل الوضع العاطفي اكثر. طبعا اشوف انه انت مثل ما قلت لك، انت عندك نوع ما ملل، انت العلاقة هذه ممكن كان بيها تلاعب، لان هنا عندي ورقتين طلعت لي نفسها، هي ورقة الساحر، يعني هنا ماجيشن. شوفوا اذا تشوفون هاي الاوراق وضحتها اني على نفس الورقة، طلعت الورقة نفسها، فبدأ تقول لي انه اني بنفس المعنى طالع. ممكن هذا الشخص سابقا كان عنده نوعا ما تلاعب بالعلاقة، وانت كشفت هذا التلاعب. ممكن تكون الاغلبية من عندكم الموضوع يخص مشكلة، يعني شغلة اخلاص او وفاء بصورة عامة. فاللي اشوفه انه تعرضت انت سابقا ممكن الكذب من هذا الشخص، خداع، او حتى البعض من عندكم تعرض للخيانة، خاصة اذا كان هذا الشخص من برج الجوزاء او برج السرطان والعقرب، هنا عندي برج الثور حتى ما انسى الابراج، برج الحوت ايضا موجود هنا، اكو شخص ممكن يكون برج الحمل مثلك، وبرج الثور طالع مرتين، والاسد. ف
اللي قاعد اشوفه انه هذا الشخص مثل ما قلت لك هو سابقا خدعك، اكو كان عنده نوعا ما خداع. بالفتره الحاليه انت ممكن قاعد تستشفي من الجرح اللي هذا الشخص سبب لك اياه، انت ما اخذ ريست، انت الطاقه العامه لك اشوف اكو تباعد، انت حاليا منغلق على نفسك، قاعد تراجع الاشياء اللي مريت بيها سابقا، وانت فعلا محتاج هذا الريست. انا هسه ما اقول لك اخذ خطوه انه انت ترجع لهذا الشخص، لان انت محتاج ريست، انت فعلا محتاج هنا ريست، محتاج تستعيد توازنك، لان اشوف توازنك تقريبا مختل. انت هاي العلاقه سابقا ممكن كنت هوايه تحاول تحافظ عليها، لكن وصلت المرحله بسبب خداع من هذا الشخص انه انت حاليا ما عندك الرغبه انه انت تستعيد هاي العلاقه او ترجع تشتغل على هاي العلاقه. اللي اشوف انه انت ممكن تحاول انه تنسى هذه الصفحه اللي كانت بحياتك وهذا الشخص تماما، تغلق الصفحه وتبلش بدايه جديده، لان هنا عندك ورقه الدف موجوده. فانت اذا تحس انه انت محتاج تغيير جذري، اذا تحس ممكن المشاعر اللي بينكم وان كانت موجوده عندك، ولا هنا دا اشوفه كان انه انت دا تحاول تتجاهل مشاعرك، انت دا تحاول تتجاهل المشاعر اللي موجوده عندك اتجاه هذا الشخص او حتى اتجاه العلاقات بصوره عامه. انت مو عاطفي، يعني دا تحاول تفكر بعقلك، وهذا الشيء مخليك تتخلى عن مشاعرك وبصوره عامه. حاليا هذا الشخص حاليا هو مستعد انه يبذل اقصى مجهود في سبيل انه يرجع العلاقه اللي بيناتكم، لانه هذا الشخص من بعد ما انت مثل ما قلت لك بعد ما حس انه هو خسرك تماما حس بقيمتك. اكو ناس ما تحس بقيمه الشيء اللي موجود عندها الا اذا فقدته، فانت الظاهر يعني قطعت تماما وياه وقطعت التواصل. هو وصل مرحله الفقدان، من وصل مرحلة الفقدان حس بقيمتك وهسه بده يحاول انه هو يرجع العلاقة. هو مستعد انه يبذل اقصى مجهود. هنا ورقة ذا الشريط ايضا برج السرطان طلع عندنا مرتين، فممكن تكون تتعامل مع شخص من برج السرطان، او ممكن يكون انه هذا الشخص حاليا راح يبذل اقصى مجهود، بده يفكر انه هو يبذل اقصى مجهود في سبيل انه هو ينسيك الشيء اللي صار سابقا ويبدأ وياك بداية جديدة تماما. يريد انه الماضي كله يموت ويبدأ من جديد صفحة بيضة انت وياه. بس نفس الوقت قاعد اشوفه عنده نوعا ما التسرع، هو متسرع شوية بتصرفاته، ممكن عصبي زيادة عن اللزوم، وممكن اخر اتصال بينك وبين التواصل ما كان بناء، صار اكو تجريح بالكلام، لان هنا قاعد اشوفك انه انت زعلان من هذا الشخص. وايضا هنا طاقة الانفجار موجودة، انه هاي الطاقة ما تجي الا اذا اكو شيء صار، مو صدمة عادية، اكو صدمة كبيرة صارت. فممكن يكون هذا الشخص، ها على فكرة طبعا هذا البرج هو برج العقرب، اذا كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب ايضا، فممكن اشوف انه الكلام اللي صار هذا الشخص انفجر او انت حتى انفجرت وصار اكو تجريح بالكلام بيناتكم، التواصل ما كان بناء بينكم اخر تواصل. فلهالسبب هو ده يحاول انه يرجع يعتذر ممكن عن الكلام اللي قاله، لان حس هذا الكلام خلاه يخسرك الى الابد. عموما انا اشوف انه هو راح يبذل مجهود. البعض من عندكم راح يجي بصيغه جديده، مثلا راح يقول لك انه احنا خلينا نرجع، ما نرجع بعلاقه، خلينا نرسم العلاقه، نحاول انه نرسم علاقتنا او حتى انه نقوي العلاقه اللي موجوده. بس انت قاعد اشوف ما عند انت دا تحس بملل، انت رافض اعتذار هذا الشخص ورافض رجوعه بحياتك حاليا، او ممكن نقول انت مو رافض وانما محبط، فما تريد تنطي اجابه حاليا لهالسبب. انت منعزل، ما تريد انه هو شلون تقول له انه كل شيء انتهى تماما، بس نفس الوقت ما تنطي امل بالرجوع، فمخليه مثل اللي متعلق، لا هو طايل سما ولا هو طايل قاع، وهو يستاهل على فكره ما دام مزعلك. فالمهم يعني اللي اشوفه انه هذا الشخص راح يرجع. الناس اللي منتظره رجوع من شخص من الماضي من برج السرطان او برج العقرب، برج الجوزاء، الدلو، برج الثور، الاسد موجود ايضا، برج الحمل، وبرج الحوت. فاذا كنتم منتظرين رجوع من احد هاي الابراج وانطبقت عليكم القراءه وانطبق السيناريو اللي صاير بينكم، هذا الشخص راح يحاول بكل ما اوتي من قوه انه هو يرجع العلاقة ويصلح اللي كان بيناتكم.
يبقى الخيار لك اذا كنت انت راح تنطي فرصه او ما تنطي. انا اشوف هو فعلا عنده طاقه ندم وكان عنده تلاعب بالماضي، بس حاليا قاعد اشوف انه هو حس انه هو خسرك، حس انه هو ممكن كان ضاغط عليك بزياده، ممكن هذا الشخص كان يضغط عليك لدرجه انه خلاك توصل مرحله الانفجار، يعني كثر الضغط يولد الانفجار، فهو ضغط عليك هوايه وصلك المرحله انه انت انفجرت بوجهه، قلت له كافي انا بعد ما اريد نرجع بعلاقه، ما اريد اي تواصل وياك. ف اللي هنا أنا تنتهي القراءه مالتنا، اشوف هذا الشخص راح يحاول، يبقى لك انت القرار اذا كنت رايد ترجع او لا. اللي اشوفه انه انت محتاج ريست، اخذ ريست هاي الفتره، حاول هاي الاسبوعين ما تاخذ قرار. البعض منكم هذا الشخص ممكن من الشهر الرابع هو انتم منفصلين او صاير هذا الزعل اللي بينكم، اخذ ريست فتره هاي الاسبوعين، لا تاخذ قرارات متسرعه، ابقى منعزل لان انت محتاج طاقه الانعزال، بس حاول انه تلقي بقلبك شيء حلو لهذا الشخص سامحه بينك وبين نفسك حتى تقدر تعدي هاي المرحله. في حال ما رجعت لهذا الشخص تقدر تعيش حياتك طبيعي، واحساس الزعل اللي عندك هذا تطلع من عنده. طاقه الهرمت هي طاقه سلبيه، من تجي بوضع الرفض والانعزال فهي طاقة سلبية. حاول انه ما تكون منعزل زيادة وتفكر بسلبية هواية، وخلي حدسك هاي الفترة اتبع الحدسك، يعني شنو احساسك يقول لك سوي، لان دا اشوف عندك طاقة روحانيات عالية خلال هاي الفترة. كل التوفيق لكم، برج الحمل.